ان نزع الملكيه حطوا لينا حتى في لي تيتغ فونسي. جينا بغينا نبيعوا قالنا ما عندكمش الحق، جينا بغينا نزيدوا طبقه اخرى قالنا ما عندكمش الحق. اذا حنا طرهنا مرهونين هذه 40 عام 1500 درهم للمتر كاري. واش هاد الارض هذه ديال 1500 درهم للمتر كاري؟ هاد الدار انا هذه جابت لي في 89 جابت لي 90 متر 90 مليون، واليوم دابا صناداك تعطيني 24 مليون ديال تاج، ما كملتش حتى الثمن ديال 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 السكن الاقتصادي. الزملاء في مجلس مصر، السلام عليكم. ان دل هذا الفيديو فانما يدل على ان هذا المخزن ديالنا ما فيهش ثقه. الناس اللي يقدر يوقع لهم هذا الشيء مع المخزن، خصوصا فيما يتعلق بالنزع الملكيه، الناس هادو شوف عليكم بالحيطه والحذر. راه تغفل مشى لك رزقك، ما تخرجش ليهم طيحطوا لك فلوس فوق الطاوله. راه تغفل مشى لك رزقك. وهذا ما وقع تماما لهاد الناس المساكن المتضررين ديال الحج الملكي. واش عباد الله الارض تما على الاقل مينيموم سواها 25000 درهم ولا 20000 درهم للمتر كاري، والناس المساكن عاطينهم 1500 درهم. فاي ظلم هذا واي منكر هذا، رغم ان هاد الناس المساكن عندهم الملكيه ديالهم. وحنا كنعرفوا ان القانون فيه ان الناس اللي عندهم الملكيه وعندهم شي حاجه ديال نزع الملكيه خصهم يتعوضوا بنفس السعر اللي كاين تما. مثلا المترو كاري داير تما في الحج الملكي 20000 درهم، هاد الناس هادو خصهم ياخذوا 20000 درهم ماشي 1500 درهم. وهاد 1500 درهم عباد الله ديالاش الا ضربتيها على 90 متر ولا 100 متر راه ما تجيب لك حتى شقه في السكن الاقتصادي. والله الا الظلم الاخوان، الظلم ومنكر منكر منكر. وهاد الناس المساكن اللي ريبوا ليهم راه هادو راه عقارات مبنيه، راه تتلقى دار فيها 3 ايطاج و 1500 درهم. حنا راه كنهضروا على 20000 درهم ولا 25000 درهم للمترو بقعه عاديه ما مبنياش. فبالله عليكم ديالاش هاد 1500 درهم؟ واش كتضحكوا على الوقت؟ وهذا الشيء شنو كيعلمنا؟ كيعلمنا ان لا ثقه في هذا المخزن، لا ثقه في هاد الحكام هادو ديالنا. وراه شفنا هذا الشيء في الزلزال ديال الحوز وسوس. الناس نورمالمون خاص فاش وقع الزلزال سيمانه 15 يوم خاصهم يتعوضوا من صندوق الكوارث اللي الناس العاديين بحالي بحالك، الناس اللي عندهم لاسيونس هما اللي كيدخلوا الفلوس لهذا الصندوق اللي فيه زبر ديال الفلوس، كتدخل ليه 600 ولا 700 مليار في العام. وبقاو كيلعبوا بهم مساكن، لا راه غادي نعطيكم 14 مليون شويه 8 مليون وعام وشهرين ما كاين والو. فحسبنا الله ونعم الوكيل الاخوان، حسبنا الله ونعم الوكيل. بورحيل نزهه، ساكنين في حصين دوار الرياح، راه ضلمونا. واش كاينه شي بلاد ب 4000 ريال يجيبوها لينا حنا نشريوها من عندهم؟ راه الظلم راه غيشردونا. وملي كتجي الدوي على بلادك ما كيخليوكش تهضر، راه حنا مظلومين، بغينا حقنا، يديروا معانا حل. حنا ماشي ضد المشروع، يعوضونا. هاد البلاد راه من جد لجد خداو الاكاديميه، الله يسهل عليهم، ماشي مشكل. حنا ما قلناش لا، ولكن باش ياخذوا لينا بلاد جدودنا لا، ما يمكنش. راه يكون في علمهم، راه الاكثريه غيموت في بلاده. بالنسبه ليا انا راجلي كان عسكري، كان اللي كيصوروا كيخشي في ديك الدار، ما عنديش فين غنمشي، فين غنمشي ونكريو؟ ما يمكنش. الكراره ولا داير سلاح جديده 50000 ريال، واش ها حنا غنمشيو نكريو ونتشردوا؟ والناس الاكثريه ديال الاكثريه عايش من السواني، داير النعناع، داير قزيبر، داير دجاج، كيمشي يبيع البيضات، كيجيب يبيعوا الحليب، معيشين ولادهم. راه غيشردوا الناس، راه غيشردوا اسر غتشرد، راه غيخرجوا غيوليو يقطعوا في الطريق. ملي كيجي يقول لك الواليد اعطيني باش ندير قهيوه، راه كتعطيه من دجاج، كتعطيه من النعناع بيعه، كيمشي يدير قهيوه ولدها، كيجي يدخل. ملي ما غتعطيهش راه غيمشي يشفر، غيتلقى العباد الله يشفرهم. كاينه ولا لا؟ ها هذا ماشي ظلم، هذا ماشي ظلم، راه الظلم. بالنسبه ليا انا وليداتي خدامين، واحد في الصمطه كنقول ليه سير خدم، واش يدير دويره في بلاد باك؟ فين غادي يديرها دابا؟ في طاقته يدير الدار، ما يديرهاش، كذب عليك الكاذب. افقر واحد هو الموظف، لان ملي كيشدك الماندا كتمشي محسوبه. هذا ماشي ظلم، حنا كنطلبوا من سيدنا يدير لينا حل
يديروا بلاصتنا يديروا بلاصتنا في اقرب وقت. راه راه كيشوف حل اليوم يقول لك خوي فين غنمشي؟ اعطيني فين غنمشي، اعطيني فين غنمشي، انت دير لي حل باش نخرج منها. راه ما غاديش نخرج منها، ما غنخرج منها لا انا لا مول الدار، لانها من جد لجد راه غادي يموت فيها، لانه كان كيمشي ميسيو. وعباد الله راه كان خدام مع الدوله حياته كلها، كان كيجي المكلفه كتضربو للراس سيمانه وانا كنداوي فيه، كاع اللي شدها خاسره في دارو، ما كانش عنده فكره انه غادي يخوي بلادو. اليوم كيقولوا ليه تخوي بلادك، كيفاش يخوي بلادو؟ كيفاش؟ ويجي ولد في تقدات ولادي كيتلقى ليا يقول لي غنضربك ينعل الدين امك. هذا راه لابس الكسوه، خاصو يحترم الكسوه اللي لابس. حنا كاع تزنا في الكسوه، حنا كاع ولاد المخزن، حنا كاع ولاد القانون، واللي داروا لينا القانون غنلبسوا، ولكن ظلمونا، ظلمونا بزاف. حنا كنطلبوا من سيدنا، دابا بقينا نطلبوا سيدنا 4000 راه ما كايناش. شتي راه يدفنوني انا بعيده وانا وراشي يدفنوني في الدار، راه ما نخرجش منها.